طيب إنجي، في منافسة كتعيشيها على المستوى الشخصي والعملي، أول منافسة بينك وبين كاتبة تانية وحاطة عليك ضغط كبير، ومنافسة تانية بينك وبين سينتيا خليفة حبيبة زوجك عمر، خاصة من ناحية الأولاد، فإيه المنافسة اللي رح تركزي عليها أكثر شي وتربحيها؟ والله هي موضوع تارا أو سينتيا مش هياخد من وقتها كتير، يعني هي مش عايزه احرق يا جماعه، انتوا قاعدين بتسالوني اسئله وتخلوني احكي كل حاجه. هنموت ونعرف، هنموت ونعرف، احنا بنتابع الحلقه حلقه بحلقه، فهنموت ونعرف. لا انا ما بعرف لسه، ما تابعته، هي حتموت. هي هتبقى مركزه في شغلها اكتر طبعا، في المواقف الشخصيه اللي بتتعرض ليها، مثلا منها ان بنتها هتبقى عايزه تعزم تارا في عيد ميلادها، وهي في الاول ما بتوافقش، وبعدين بتوافق تحت الضغط علشان ما تكسب بنتها وما تضيعش بنتها منها، يعني طيب. ما تبقاش الام الغلسه يعني. طيب ليه؟ وبعدين في عيد ميلاد بيحصل مفاجاه مش عايزه احرقها، وبتتوالى الاحداث بقى يا جماعه. طيب. بقى طيب 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 هلا ما بدنا نحرق، بس في يعني التحديات اللي واجهتيها من اول ما بلشتي هذا الدور، لانه حقيقه يعني الدور فيه لايت كوميدي شوي، صح؟ وبظن شوي جديد عليكي هالنوعيه، فكيف تعاملتي معه؟ بص يا صبحي، هو انا اول ما بدات خالص بدات كوميدي، وعملت سيت كوم كانت احمد اتجوز منى، وكانت بتتعرض على ام بي سي برضه. وبعد كده عملت سيت كوم تانية برضو كانت على احد القنوات المصريه، وبعدين انا قلت لا يا جماعه، ابتديت يتعرض عليا طول الوقت كوميدي عشان عملت حاجتين ورا بعض كوميدي. فانا قلت لا استوب بقى، انا مش عايزه كوميدي دلوقتي، انا عايزه اركز بالدراما شويه. لما بدات اشتغل واعمل حاجات بعيدا عن الكوميدي، فضلوا كتير قوي ناس من الوسط معرفش شايفين فيا ايه يعني، بس قعدوا يقولوا انت لازم تعملي كوميدي، انت يعني لا هتبقي شاطره قوي، شايفين سايباها تخلص. لا شايفين فيكي يا يعني، ما اقول يعني اللي بيقعد معك بيعرف مباشره انك انت صاحبه نكته يعني، دمك خفيف. بس فالمهم يعني قلت والله لو جت حاجه كوميدي حلوه هعملها. ف لما اتعرض عليا المسلسل ده حسيت انه كل المقاومات اللي فيه حقيقي عجباني، نسائي، وانا مع المراه قلبا وقالبا طول الوقت، جمعيه المراه المتوحشه، ولايت هو مش كوميدي فارت يعني، هو يعني في مواقف خفيفه ولايت وكده، ممكن مواقف تتحط فيها فريده، بتحطوا فيها البنات بتبقى كوميدية يعني بتضحك يعني، بس هو المسلسل مش قادرة أصنفه إن هو كوميدي، هو لايت دراما يعني، بس فيه خفة دم يعني. فعجبني الفكرة وعجبني التوليفة وكل المقاومات دي، وتحمست لها جدا. وأنا بقول لك مرة تانية على الهواء ألف ألف مبروك، لأنك عاملة شغل حلو قوي والمسلسل بجد حلو قوي، وبشكرك على وجودك معنا النهاردة يا إنجي، نورتينا. نورتينا جدا، وبشكركم كلكم. ثانك يو. ومرسي على الاستضافة. يلا سي يو. ثانك يو. باي باي.